نرجع مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة ندى بهبهاني، استشاري اجتماعي وسلوكي للعلاقات الزوجية والمراهقين. حياك الله معنا، صبحك الله بالخير. حياكم الله، وتشرف بلقائكم بالبرنامج المميز هذا. واحنا اكثر دكتورة، وراح ندخل حق موضوع وايد مهم وحساس يصير بين بعض الاسر للاسف، يعني بين الازواج، ويصير عندهم هالظاهرة. انا ما ادري اذا هي فعلا ظاهرة ولا شيء منتشر في بعض البيوت، ما نقدر نعمم على كل البيوت، ولكن ما ادري بالضبط هل فعلا هي صارت ظاهرة بين الأزواج، الطلاق النفسي وتأثيره على الأزواج نفسها. طبعا من البداية احنا لازم نواجه المشكلة ونقول ان فعلا عندنا طلاق عاطفي او الطلاق النفسي مثل ما تفضلتي فيه. الطلاق العاطفي هذا يعني مو بين يوم وليلة، بالعكس هو كان في بذور أساسية موجودة في وين؟ في الأسرة نفسها. اذا كان الفتى او الفتاة تعاني من التباعد العاطفي بينها وبين والدها او بينها وبين والدتها، ونفس الشيء قاعد تشوف تباعد عاطفي بين امها وابوها، دائما في خلافات ومشاجرات، شوي شوي تكتسب هالاشياء، والفتى نفس الشيء يكتسب هالسلبيات وينقلها الى وين؟ الى بيئتها الثانيه، نعم. بيئه الزواج، نعم. فنفس هالمفهوم ينشئ عند الفتاه والفتى لما يكونون اسرتهم الثانيه وينقلوا نفس الشيء هذه السلبيات إلى أبنائهم. نعم. الطلاق العاطفي ترى هو غياب الحب أول شيء وأهم شيء في عنصر مؤسسة الزواج، هو الحب والانسجام والثقة والحوار الراقي والتواصل، لازم يكون في لغة مشتركة. نعم. انسجام مشترك، استراتيجيات احنا نسميها مشتركة بين الزوجين. إذا عدم كل هالأشياء والمضارة وين تصير أكثر شيء؟ ضرر حوش الأبناء. صح. نعم. فإحنا ما نبي نتوصل إلى هذه السلوكيات. نعم. اللي بعدين راح يتأثر فيها مجتمعنا. نعم. الطلاق العاطفي إحنا نعتبره في علوم النفس كأنه مرض يستشري وين؟ في جسد العلاقة الزوجية هذه. نعم. وبالتالي يصيب أنسجتها، كل أنسجتها المشاعر والأحاسيس والعواطف كلها تدمر بطيء بطيء بطيء. إذا إحنا متى نوعه؟ لما نشوف الزوجة في طريقة والزوج في طريقة، ما حد يسأل عن ثاني، ما حد يكلم الثاني، كل واحد عايش بصد. نعم. نعم. وبالتالي راح يكون أمام طلاق عاطفي، يعني لا يحمد عقباه إحنا نسميه. ليش؟ لأن بالتالي راح يتأثر الأبناء، عندك راح مشاكل اجتماعية ودراسية ونفسية كلها راح تصيب الأبناء، وإحنا نبي الاهتمام يكون منصب بالدرجة الأولى على هؤلاء الأبناء. نعم. لأن الأبناء هم اللي فعلا المجتمع يحتاجهم. صح. لتوسعة يعني نهضة المجتمع. نعم. وتوسعة بناءاته بجميع مستوياته. فإحنا ليش إحنا نكسر هذه الأنسجة ونخليها ضعيفة جدا؟ إذا إحنا لازم نهتم بالبداية في حاجيات الزوج وحاجات الزوجة العاطفية والنفسية والاجتماعية. إذا لغينا كل هالأمور هذه، بالتالي راح يترتب عليه شنو؟ الطلاق العاطفي. وعلى فكرة شافوا الدراسات الاجتماعية والنفسية أن الطلاق العاطفي أثر أضعاف بكثير من الطلاق الشرعي، أثاره سلبية. نعم. لأن الطلاق الشرعي خلاص يتم وينفصلون. نعم. والأبناء يبتعدون عن المشاكل، لكن الطلاق العاطفي راح يتمون يعانون ويعانون ويعانون مع الأم والأبو، وبالتالي. نعم. راح يترتب عليه عايشين معهم. نعم. هم ومشاكلهم. نعم. صح. بالتالي راح يترتب عليه شنو؟ السلوكيات والضعف الدراسي راح نواجهه بعدين مع الأبناء. فهذا كله لازم نلغي. نعم. من البداية ونتفادى هذا الشيء اللي هو الطلاق العاطفي. نعم. لأن نتائجه جدا جدا سلبية. دكتورة، شو اللي وصل الزوجين أن يوصلون لهذه المرحلة طلاق أولاً نفسي؟ أولاً راح نشوف سوء الاختيار. نعم. سوء الاختيار ببداية الزواج هو توافق زواجي، توافق من ناحية المستوى الاجتماعي الثقافي التعليمي. إذا أنا اخترت زوج ما يوافقني بهذه الأمور. نعم. أنا بعدين راح أواجه مشاكل معاه في فترة الزواج، حتى لو ما كانت بالبداية، لكن بوسط منتصف العمر راح تواجهني مشاكل معاه، وبالتالي هذا راح يترتب عليه مشاكل مثل ما قلنا. إذا أنا لازم أختار اختيار صح بالبداية عشان ما أعيش في مشاكل. وبعدين يعني في وايد أسر تعاني من هذا المفهوم الطلاق العاطفي، ولكن تكابر. نعم. تقول لا، أنا عايشة أوكي مع زوجتي، وهي بالحقيقة أصلا تعاني من هذا
تعاني من هذه المشكله المأساوية. المهم يكون في واجهه في المجتمع ان هي متزوجه وعندها ريول وكل شيء اوكي. صحيح. وتكابر على من انتقاد المجتمع. نعم. وان تعرفين المواجهه الاجتماعيه لما تكون ان امراه متزوجه غير لما تكون امراه متطلقه. نعم. مطلقه او نفس الشيء بالنسبه للرجل اذا كان مطلق غير الناس تنظر له لا والله عنده مشاكل والله كان يعاني مشاكل. يحب انه يعيش تحت سقف واحد مع زوجته على انه نعم. ياخذ او يشيل هذا المفهوم معاه. نعم. طيب دكتوره يعني احيانا مثلا في بعض الاشخاص يعيشون مع بعض بيت واحد. صحيح. تلقين شخص مو مهتم وهو يعني منفصل عن الزوجه مثلا. صحيح. بمشاعره عواطفه وايضا المراه تلقينها هي اللي تحاول انها تصلح الامور. صحيح. شو اللي يقع على هالمراه نفسها اذا هي كانت راضيه في هذا الوضع؟ شو اللي المفروض تسويه اصلا؟ اصلا يعني من بدايه قبل يعني احنا هذا الطلاق العاطفي ما راح يصير فجاه. في خطوات في امور هي تحس فيها مثل انه بعد الزوج عنها دائما في وقته يكون خارج المنزل اغلب اوقاته اكثر من داخل المنزل يكون مع اصدقائه اكثر الوقت فهني تحس انه والله الزوج قاعد يبتعد عنها شوي شوي. هي نفس الشيء تاخذ مجرى انها تكون مع صديقاتها مع اهلها. هذا كله في اسباب اصلا الطلاق العاطفي انه مثل من ضمنها قلنا احنا سوء الاختيار وايضا التعامل غير الانساني ان الشخص هذا الشريك هذا يحب يمتلك الشخص الاخر خلاص. هو تزوجها يعني خلاص هو ملكه هو يحبه هو يحبه لكن الحب هذا نسميه حب مغلف يبي هو اي شيء يبي من الشخص الثاني او الشريك لازم يسويه. نعم. وهذا مو إجبار الزواج لازم في سياسة معينة طبعاً. فن طبعاً. إحنا نسميه فن التعامل الراقي. صح. بين الزوجين إذا كان الزوج مثلاً يتعامل مع زوجته بمثلاً مكابرة بعصبية ودائماً في مشادات. نعم. هالشيء هذا راح يخلي الزوجة تنفر شوي شوي وتبتعد عنه. نفس الشيء الزوجة إذا شاف التعامل من الزوج العصبي أو إنه غيرة زائدة أو الشك أو ما هذا إلى الأمور هذه فتحاول أنها تبتعد عنه وشوي شوي يصيب العلاقة الزوجية بالطلاق العاطفي. نعم. إحنا نبي الزوج والزوجة يفهمون شيء واحد بس إن المؤسسة الزوجية هذه لازم تقام على التعامل الراقي وفن العلاقة الزوجية وأساسها الحب والأمان. إذا الزوج والزوجة ما حسوا بالأمان إذا هني راح يفتقدون شيء مهم وأساسي اللي هو عنصر الألفة والمودة. ولازم يكون عندنا تصريح بالحب لما أنا أصرح لشريكي. نعم. شريك زوجي أقول له مثلا أنا أحبك وأنت كل شيء في حياتي. هذا التصريح اللفظي بالحب جدا جميل. الكلمة الطيبة دائما ما يخلي الحياة روتينية. نعم. لأن خاصة الحين ثورة التكنولوجيا. صح. والتواصل الاجتماعي ترى إحنا قاعد نشوف حتى بالمطاعم وشون الزوجين كابلز يكونون يعني كل واحد لاهب تليفونه للأسف وهذا يعني. وهذا إيه. نعم. لاهب تليفون حتى داخل البيت يعني وايد نسمع وهي نفس الشيء. نعم. إيه. إذن هذه الأمور إحنا ترى ما راح نحس فيها إلا. نعم. شوي 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 مع كبر الأبناء. نعم. حتى الأبناء راح يعانون أصلا نفسيا وفي يعني أمور يلجؤون فيها يكلمون الأبو مثلا أو يكلمون الأم يقولون يعني إحنا قاعد نحس ترى خلاص كبروا فصاروا في سن المراهقة مثلا هذا شيء سلبي جدا مؤثر لهم فيحسون أني كأنه في كراك بالعلاقة وبالتالي مثل ما قلنا ينقلونها إلى بيئتهم ثانية لما يكبرون. نعم. أنا أودي أتكلم عن نقطة أهل الزوج وأهل الزوجة يعني أحياناً أحس يلعبون دور في يخلقون فجوة كبيرة يعني. صحيح. عندنا للأسف في يعني بعض العوائل عندنا في الويكند مثلا. صحيح. الزوجة تروح بيت أهل ريلها مفروض. صحيح. الأم تقول لها لا خل أنت تزوجتي خلاص عند ريلك. صح كلامك. وبعدين شنو يعني حاطين البيت المنزل هذا كأنه فندق. ايه. هي من الصبح من الصبح ليل هي مع صديقاتها وزوارتها وأهلها وهو نفس الشيء فهني متى يتقابلون بس بالليل يون وخلاص كأنه عاشوا الحين دور الزوجين. نعم. أنتم من الصبح ليل ما تدرون عن بعض. نعم. ترى في حالات هنا العيادة أصلاً بالشهر والشهرين والست شهور تقول إنه حتى ما يقول لي سلام عليكم ما يدري عن عيال نفس البيت شوي شهر شهرين ست شهور فهذه علاقة أنا يعني عندي يعني صح إنه أبغى الطلاق عند الله سبحانه وتعالى الطلاق لكن الطلاق الشرعي وايد أرحم من هذا أحس كأنه في عذاب يعني الذابلة. إيه يعني. نعم. فعلاً ما في يعني الأسس اللي تقام عليها زواج ما في مو موجودة. نعم.
فإذا أنتم تلجؤون للطلاق شرعي بس إذا كان يعني فعلا للضرورة. نعم. وأنا أعتقد مثل ما قلت أن مشاكل ترتب على الطلاق العاطفي أكثر بكثير ويعني أضعاف الطلاق الشرعي. نعم. لأن الطلاق العاطفي ينفقد فيه وايد أشياء، يعني حتى الأطفال اللي من سن من 2 إلى 5 سنوات اللي يعاني، مثلا الحين نشوف قاعد نشوف التبول اللا إرادي، الكوابيس من النوم، ومن 5 إلى 9 سنوات هني يعبر عن قاعد يشوف، ترى يحس هو صح انه طفل بس يحس انه في فجوه بين الام والابو ويعبر عنه بالغضب ومو عاجبه شيء. وبعدين عندنا فتره الدخول بفتره المراهقه اللي هي من 9 إلى 13 سنه، خاصه للولد هني عد يعني هو غير ناضج، يعني ما يفهم شو قاعد يصير بالضبط بين الابوين، لكن يحس انه في مشكله صايره مشكله. بعد عقب هالفتره هذه عد تدخل في مرحله المراهقه، هني فترة الخطورة، لأن الحين الأم بناحية والأبو بناحية، صحيح، وما أدرون العيال متى يوعون، سير شوك صدمة حقه، ولما يشوفون أن فعلا هم سووا شيء يعني مشكلة كبيرة لازم يواجهونها الاثنين. طيب دكتورة، يعني في مرحلة مهمة جدا هي مرحلة قبل الزواج، هل من الضروري يعني اليوم على هالكلام اللي تقولينه وحالات كثيرة قاعدة تجيلك متأثرين بالطلاق النفسي أو الطلاق العاطفي مع بعض ومو حاسين، حتى كل واحد مو حاس بقيمة الثاني، صح. هل الدورات يعني ما قبل الزواج تفيد الزوجين تقفهم مثلا من هالناحية، صح، لا يطيحون في هذا خلينا نقول المرض مثل صحيح كلامك أختي أسماء. وبعدين احنا قاعد نلاحظ ما شاء الله يعني حتى بالمحكمة لما تتحول قضية لطلاق يبون يرفعون دعوة طلاق، المحكمة شتوت القاضي يحول الملف هذا للمحكمة الأسرية، ترى في استشارات هناك وايد هم قاعد نشوف في تحسن، يعني نسبة يعني نقدر نقول أنها جيدة، في تحسن بالعلاقة الزوجية ويردون خلاص ما يعني ما يبون يفصلون، يعني خلاص ردوا يكلمونهم يقعدون معاهم جلسات، فهذا شيء وايد زين من الحكومة اللي قاعد تسوي يعني، واحنا نشكرها عليه أنه يحاولون وايد معظم القضايا الى المحكمه اول شيء الاسريه، اذا ما نفعت الحاله وعلاجها وبالتالي يتم الطلاق الشرعي. دكتورة، يعني احيانا بعض السيدات اذا يعني ريلها اخطا في نقطه تسامحه ظاهريا لكن من داخلها هي خلاص مو مسامحته، هذا النوع من المشاكل النفسيه اللي تصيب المراه، يعني ايش كثر يعني تاثر في العلاقه ما بينها وبين زوجها تخلق فجوه. صح كلامك، مو عشان شيء احنا نقول نبي المصارحه، اذا صار في مثلا مشكله ما نبي نهول المشكله ونخليها ما في لها حل وخلاص وكل واحد يروح بصوب، لا خلينا نحل متى ما صارت المشكله نحلها بوقتها، ما يضل يوم يومين اسبوع اسبوعين والمشكله تتم مثل ما هي، فيصير داخله مثل ما قلتي اشياء نفسيه ترتب وما عندها ارتياح نفسي الزوجه، ما وبالتالي مثلا. ايوه بالضبط، واحنا نبي المشاكل اذا صارت بين الزوجين، واكيد بتصير لنا ماكو بيت في العالم خالي من المشاكل، ما في، مستحيل مستحيل، لان حتى على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مشاكل بينها حتى وبين زوجاتها موجودة أصلاً، ولكن يعرف شلون يحتوي الزوجة ويبدد هذه المخاوف اللي تحس فيها من زوجها أو من الغيرة مثلاً، ما قاعد نشوف. وبعد مثل ما قلنا التصريح اللفظي للحب وايد مهم، يعني حتى لما هي صحابي عند الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام قال له أن أنا أحب فلان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنت تحبه روح صارحه، أقول أنا أحبك، يعني صارحه، في ترى مصارحة يعني جدا شيء جميل، او يبزق حق زوجتك ورده مثلا، نعم، في الهدايا المعنويه، نعم. انا عندي بعد يعني والرمزيه وايد عندي تعني الكثير، نعم. اكثر من الماديات، هدية انه يتصلح الانسان دكتور، نعم، يراجع نفسه. وبعدين خلينا نشوف او نفهم شيء مهم وايد 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 في حياتنا الاجتماعيه، اللي هي ان الطلاق العاطفي ترى بدايته وين تصير؟ في انه ما في علاقه جسديه معدومه بين الزوجين، فشو تسوي؟ خلاص تصير باردة العلاقة، يعني ندش في موت سريري احنا نسميه حق العلاقة الزوجية. فيعني انا ما اعتبر ان الطلاق العاطفي هذا شيء يعني جيد، بالعكس لازم ننتبه له ونواجه له ونتدارك هالشيء بالتفاهم بالحوار، لازم يكون في وقت. الحين الزوج والزوجة هالايام يقعدون مع بعض في حوار بينهم، أنا قاعد أشوف حتى إحنا قاعد نشوفه حتى برا حتى بالعلاقات الاجتماعية، أنا انصدم، هي بوادي وهو بوادي، يعني ما أدري شلون العلاقة. أحياناً شلون أنا أعرف الناس إذا هذيل متزوجين من زمان ولا توهم، من لغة الجسد بينهم بالضبط. أحس مخرين عن بعض، هو يمشي بزاوية هي بزاوية، اللي توهم مالتين لا تلاقينهم مع بعض. بعدين الحب شلون يتكون إذا ما كان في علاقة قريبة بين الزوجين؟ ترى ما راح يصير حب مع الأيام،
يعني احنا قاعد نلاقي مثلا ما شاء الله سنوات عشره نعم. من 20 و25 و30 و40 و50 قاعد نشوف ما شاء الله تشوفينهم يعني كانه توهم عريس. واحد يعطي الثاني اللقمه، واحد يدلع ثاني، واحد يمسح الثاني، يعني في شغلات رومانسيه تشوفين بينهم. احنا هذا اللي ودنا دكتوره مدة. هذا هني هم بعد انا اقول ان الثوره التكنولوجيه هم لها اثر وايد. صحيح، وايد اثرت في مجتمعنا. اكيد. يعطيك العافيه دكتوره ندى بهاني، شرفتينا اليوم في تشاي الضحى. موضوع جدا مهم وحلو ان احنا نتكلم في مثل هذه الامور. ان شاء الله يا رب نتمنى ان يكون في تفاهم اكثر بين الازواج يتفادون مثل هذه الامور. نتمنى ان كل بيت يكون سعيد ومرتاح صراحه، لان احنا مثل ما قاعد نشوف احنا بيوت مو غير سعيده، لكن قاعد نشوف مقابل بيوت جدا سعيده ومرتاحه. ونتمنى السعاده للجميع. شكرا لك دكتوره ندى، راح نتواصل معاكم لكن من بعد هذا الفاصل.